السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. صحة رمضانك. صحة رمضانكم مبارك. واش راكم مجوزين مع رمضان؟ رمضان الحمد لله جوزناه بيان الحمد لله. شوية صافا مليح بيان. اليوم راح تشارك معنا مسابقة في حصة جاوب تربح، هتربح معنا باك تاع بروتيليس. السؤال يقول كم عدد مواضع السجدات التي ذكرت في القرآن الكريم؟ كم عدد؟ مواضع السجدات التي ذكرت في القرآن الكريم كم موضع؟ موضع؟ أربعة. لا معلش عندك 30 ثانية للتفكير، فكر وجاوب. سجدات كم عددها؟ سجود التي ذكرت في القرآن الكريم في الصور. ما فهمت السؤال بها. ركعت في القرآن الكريم كاع سجدات؟ كم عدد السجدات؟ نعم، كم عدد السجدات التي ذكرت في القرآن الكريم؟ مواضع. ثلاثة أربعة. ما عنديش. معليش، شكرا على المشاركة. أوجه كلمة للشعب الجزائري من مناسبة رمضان. رمضان مبارك يا خويا الحصة، و رمضانكم مبارك. الشعب الجزائري فين رمضان مبارك. هذا البرنامج برعاية شركة بروتيليس لمواد التجميل. بروتيليس، الجمال للكل. زاير تيب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.